فالرجل بعهده، بل إنه كما أسلفت اعتبر كل أبناء المملكة أبناءه واقعا فعليا، والأدلة كثيرة على ذلك، إلا أنني أكتفي هنا بواقعتين. في الأولى، كنا في جلسة عائلية مع الوالد ذات ليلة، وعندما تهيأ للدخول إلى غرفته قام أخي بندر يستأذنه في السفر وأمسك بيده ليقبلها، لكن الوالد سحب يده وقال: ألم يسبق أن نبهت عليكم ألا يقبل أحد منكم يدي؟ قالت زوجته: ولكنه ابنك ولا بأس أن يقبل يدك. فأجابها متسائلا: وباقي أبناء المملكة أليسوا أبنائي؟ كلهم أبنائي. أما في الثانية فكانت إحدى بناته قد أجريت لها جراحة خاطئة في مستشفى الطائف، واقتضى الأمر نقلها في حالة خطيرة للعلاج بالخارج، وقد لاحظت والدتها أن الوالد لم يرتب لزيارة البنت قبل أن تسافر، فطلبت منه زيارتها لأن حالتها خطيرة، ولا أحد يعلم هل تعود أم لا. وأجابها الوالد: وهل تظنين أنني لا أتقطع ألما على ابنتي وشوقا لرؤيتها؟ وسترد يقول: ولكني لا أستطيع أن أزورها وحدها، وأترك باقي من في المستشفى، وليس عندي الوقت الكافي لأزورهم جميعا، فسلموا لي على البنت. وأظن أنه اكتفى بأن طلبها على الهاتف، وقد نجح علاجها وعادت سالمة بحمد الله. لقد خرج عن دائرة الأبوة المحدودة بالإنجاب إلى دائرة أبوة الحاكم للمحكومين جميعا. ففيصل المسلم رأى أن تطبيق الحديث الشريف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يوجب على الحاكم ألا يميز بين أبنائه وأبناء الأمة، فكلهم رعية هو راعيها. أصدقاء فيصل، لم يلاحظ أحد منذ تولي فيصل الملك أن له أصدقاء خاصين أو جلسات خاصة، ولم يكن لأحد عنده معاملة خاصة أو ميزة عن غيره، فقط كان هناك من يركب معه السيارة أو يصحبه في سفراته، ومنهم الملك خالد رحمه الله، والأمير فيصل بن سعد، والأمير فهد بن سعد، وعم الأمير سلطان. وكان أكثر إخوانه ملازمة له، فقد كان يواظب على الحضور يوميا إلى البيت ويجلس معه. يقول الأمير سلطان: ما كان أحب إلي من الجلوس معه، كنت أحترمه وأهابه كثيرا، لأنه إذا ضحك لا يضحك للفكاهة وإنما لعبرة، وإذا صمت لا يصمت لكبرياء وإنما للتمعن وإعطاء المجالس مكانتها. وفيما أعتقد لم تكن شؤون الحكم ومسؤولياته من جهة، ومنهج العدل المطلق عنده من جهة ثانية، تسمح له بصداقات خاصة، فعمله هو صداقته، وأصدقاؤه هم العاملون والمحيطون به. لقد كان رحمه الله عف اللسان، يصدر عن الأخلاق الإسلامية في كل أقواله وعلاقاته في البيت والعمل، وقد أجمع ثلاثة من كبار من عملوا معه على أنهم لم يسمعوا أبدا كلمة نابية منه لأي ممن عملوا معه. وهؤلاء الثلاثة هم عم الأمير سلطان، والأمير مساعد بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن الخيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية الذي عملت تحت رئاسته في رعاية الشباب حين كانت مربوطة بوزارته. الجميع قالوا لي المعنى نفسه والتعبير ذاته تقريبا. ويقول عم الأمير سلطان: كانت اللجان تجتمع لأمر من الأمور، وبطبيعة الحال قد تختلف الآراء، فنرفع التقرير للملك فيصل مبينا فيه الرأي والرأي الآخر، وكان يتجه إلى أحد الرأيين
وفي الغالب إلى رأي الأغلبية، إلا أنه يستدعي أصحاب الرأي الآخر ويحاول إقناعهم بما توجه إليه. فمنهم من كان يقتنع، ومنهم من كانت تشجعه رحابة صدر فيصل ليقول له: أنا أوافق احتراما لك، ولكني أظل محتفظا بوجهة نظري. ولم يكن يغضب أبدا من ذلك. بعض صفات فيصل ومناقبه. ومع كثرة الوقائع الدالة على صفات هذا الرجل الصامت الذي كانت أعماله تتكلم، الزاهد وهو أغنى ملوك الدنيا، المتواضع وهو الذي يملك في يده سلاح المال يهز به اقتصاد العالم، والذي رغم ضخامة المناصب التي تولاها والشخصية العالمية التي أصبح يمثلها، لم تتغير طبيعته الأصلية في التواضع والبساطة والزهد والورع، صلبا إذا قال فعل، وإذا صادق صدق، وإذا وعد بر بوعده، وإذا عاد كان رجلا في عدائه. أقول مع كثرة الأحداث ومراعاة الوقت يقتضي أن أختار بعض المواقف الفيصلية تشكل دلالاتها الهيكل الذي قامت عليه شخصيته، ويأتي في مقدمتها العاطفة الدينية والأخلاق عند فيصل. أدرك الجميع قوة العاطفة الدينية عند الشهيد، حتى أن البعض من عامة المسلمين حين أدركها بالغ في استغلالها. وقد حدثني السفير طه الرضوان سفير المملكة العربية السعودية الأسبق في الجامعة العربية، وأكد روايته محمد النويصي رئيس الديوان الملكي، بأن الناس قد عرفوا في فيصل تلك العاطفة الإسلامية إلى درجة أن البعض كان يستغلها، فكان كثير من الناس في البلدان الإسلامية يرسلون إليه الرسائل، أحدهم يقول: أنا لا أسمع الأذان لأنني بعيد عن المسجد وأحتاج إلى راديو صغير، فيأمر له براديو، وآخر يقول: أنا لا ألحق الصلاة لأني لا أملك ساعة، فيأمر له بساعة. يقول النويصر: وزاد الطلب بشكل لافت للنظر، ووقع الشك في نفوسنا أن في الأمر تحايلا وإساءة استغلال لعاطفة الرجل، وعرضنا عليه شكوكنا لعله يتوقف أو يأمرنا أن ندقق في تلك الطلبات، لكنه فاجأنا بقوله: توقفوا عن عرض هذه الرسائل عليه، وكل من طلب راديو يسمع منه الأذان أو ساعة يضبط بها أوقات الصلاة أرسلوها له. إنه يعطي من منطلق المسؤولية في تمكين المسلم المظهر لعجزه عن أداء شعائره، ويربي وجدان الفرد على تحمل مسؤوليته أمام ربه. وإذا كان كثير من الساسة لا يتورعون عن استخدام المكر والخديعة في كسب جولة مع الخصوم، فإنه رغم ما حباه الله من عقل متميز وقدرة فائقة على التدبير، لم يسعى إلى كسب عسكري أو سياسي على حساب الأخلاق أبدا. وفي ذلك يقول عمي الأمير سلطان: كان عدو فيصل في راحة وصديقه في راحة، عدوه مرتاح لأنه لا يغدر به أبدا بل يواجهه، والعدو عندما تواجهه بجدارة وإيجابية يعتبرك عدوا نبيلا، وصديقه في راحة لأنه إن بعد أو قرب فهو صديقه. كان بين فيصل وعبد الرحمن عزام أول أمين للجامعة العربية صداقة حميمة، وذات يوم طلب إليه عزام أن يكتب مذكراته لما لها من أهمية في تاريخ العرب والمسلمين، ولكنه اعتذر وقال: التاريخ لا يرحم، وأنا في ذلك بين أمرين، أحدهما مر، فإما أن أكشف كل الحقائق وفيها ما يؤثر على دول وقيادات وشعوب، وإما أن أداري وأكذب، وهذا كما تعرف ليس من طبعي. إذن فالصمت أفضل، ولندع التاريخ يختار الوقت المناسب لكشف حقائقه. هذا هو فيصل ومصداقيته مع ربه ومع نفسه ومع التاريخ. وعلى الرغم من سكوته عن إذاعة ما يعرفه على الملأ حرصا على مصلحة الشعوب، فإن مؤتمرات القمة والاجتماعات الدولية التي حضرها شهدت فيصلا آخر لا يتردد في إذاعة وطرح أخطر القضايا، يواجه أصحابها في جرأة مشهودة أيضا من واقع حرصه على مصلحة الشعوب.